السلام عليكم ورحمة الله. شوكليت شيبس كيتو، أجمل شوكليت شيبس كيتو، جلوتين فري ولو كالوري. يعني لو أنت عاوز تعمل كيتو ينفع، ولو أنت جلوتين فري ينفع، ولو أنت لو كالوري ينفع. أجمل كيتو شيبس. لأول مرة شاهد اسم أحمد عبد السلام يونس، لازم تعمل لايك، لازم تعمل شير، ولو بتفرج علي على يوتيوب لازم تعمل سبسكرايب. 2 بيضة، 90 جرام كاكاو، 60 جرام شوكليت شيبس كيتو يعني فوق 85%، ذرة ملح الهيمالايا، 60 جرام زبدة سايحة، 30 جرام ستيفيا شوجر كريستال أو أي بديل سكر أنت بتستخدمه، 2 جرام نسكافيه. حطينا النسكافيه على السكر خلاص كده، وهنجيب البيضتين. بيضتين متوسطين الحجم، يعني لو انت عندك واحدة كبيرة، ان هنا البيض عندي 50 جرام الصفار بالبياض، لو انت عندك البيضة كبيرة يبقى هتستخدم بيضة واحدة بس. كله مع بعضه زي ما انت شايفين، 2 جرام نسكافيه مع البيض مع السكر، وبعد كده هنضيف بقية المكونات، ذرة الملح الهيمالايا او اي ملح انت عاوزه، بتضيع الزفارة بتاعت البيضة، بعد كده 60 جرام زبدة سايحة. الموضوع بسيط وما بياخدش اكتر من دقيقتين، وبتاكل احلى شوكليت، بتدوب في بقك، غير الطعم الجميل، غير انها اصلا جلوتين فري. ادي اخر حاجه معانا، كاكاو بالراحه. ولو انت عندك كيتشن ايه او عندك هاند بلندر يعني في الفري، خد راحتك واشتغل باي حاجه انت عاوز تعملها، المهم تتبع المقادير زي طبعا. هنضيف الشوكليت شيبس، مش ينفع نشتغل في المضرب السلك، فنجيب المعلقه وادي قلبناها. وممكن لو عاوز الكاكاو يبقى خفيف، او انت حاسس ان هو تقيل قوي، ممكن بدل 90 جرام كاكاو حط 60 جرام كاكاو و 30 جرام دقيق جوز هند. بعد كده بمعلقة الايس كريم او باي معلقة او بتكبرها بايدك زي ما انتم شايفين. بتكورها وبترصها على ورق باشامونت او عندك سيل باتشيت او سيليكون. بتضيف كل الحاجات ديت، وبعدين ممكن تكور بايدك، يعني الموضوع بسيط، الحجم انت اللي بتتحكم فيه، بس لازم يكون اعلى من 2 سم. ليه؟ احنا ليه بنعمل كور يا شباب ومش بنفرده ونقطعه بالقطاعه؟ الشوكليت شيبس لازم يكون شيوي من جوه، فلو انا فردته زي السابليه وقطعته بالقطاعه بيطلع ناشف، بيبقى بسكويت، بيبقى سابليه، ما بيبقاش شوكليت شيبس. وانتوا شفتوا الحلقه اللي عاملينها في الشوكليت شيبس الاصلي الامريكي، احنا عاملينه بطريقه مختلفه خالص، بالظبط تاكله كانك بتاكله في امريكا في المصدر بالظبط. ادي العجينه بتاعتي خلصت، بضغط سنه بسيطه لكن بخليها عاليه. هو ده الفرق يا شباب بين البسكويت وبين الكوكيز. كل الكوكيز الامريكي لازم يكون شيوي. اللي انا بستخدمها دي 100% بالكرات، 100% يعني مفيش زيرو سكر. بحط شويه على الوش، احنا طبعا هي جوه العجينه، بس طبعا دي ديكوريتنج عشان تبان اجمل. 175 درجه مئويه، تكون الفرنه سخنه قبل ما تخبزها، بتاخد من 10 ل 12 دقيقة حسب الفرن. تمام كده؟ وهيطلع معاك كوكيز شيوي
تحفة. طبعا هو خد 9 دقايق مش 14 زي ما كنت ظبطه. أجمل كيتو شوكليت شيبس هيعجبكم، وهتدعوا لي أبي وأمي بالرحمة إن شاء الله لما تدقوه وتقولوا لي إن كان عندك حق. انزل تحت في الفيديوهات هتلاقي ده رقم 10 كوكيز، ده 10 كوكيز بنعمله كيتو، شايفين من فوق وتحت جميل ازاي. يا ريت تعمل لايك للقناة وتعمل سبسكرايب وتسيب لنا كومنت ايه الحلو اللي انت عايز تتعلمه، واحنا تحت امرك. شعاري زي ما انتوا عارفين، ليه تتعب اكتر اما ممكن تتعب اقل. اخوكم احمد عبد السلام يونس، حلواني وبحب السكر.